عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مشاهدين النهاردة هنبدأ برنامج جديد هيكون في الموبايل. البرنامج ده بيدي دولار كل يوم، تمام؟ هو عبارة عن عملة اسمها بايت. ابليكيشن اسمه بايت، تمام؟ برنامج هو اسمه بايت، بايت والت. اوكي، البرنامج ده هنعمل ايه؟ ندخل عليه. اولا هنحمله من بلاي ستور، نكتب بايت والت. تمام، خليه عندنا. ماشي، نطلع عليه بعد ما تحمله. بعد كده انا ظهر عندي اروح اعمل انت عملة مديني فيها تلاتة ايه، تلاتة دولار، تلاتة دولار بوينت سفن ايت. اوكي، نيجي بعد كده الموتوز عاوز تنزل واحدة او كل يوم 24 ساعة بتحمل من التوكن اللي هو التالي، تمام. بس لو عاوز تعمل دعوة، تمام، عندنا خانة اللي هي انفايت، انفايت فريندز، دوس عليها، تمام. بتحط هنا الكود، تمام، وبتشير معه. طبعا لما بتحط الكود أو تحط الكود هنا وبتعمل فيه، انت بتكسب وهو بيكسب، يعني بيديلك 10 بيت، بيقول لك انا بوصف فيه وبرسيف 10 بايت when you success. لما هتدخل هتكتب الاسم والباسورد، هيجي بس يديك 12 كلمة تكتبهم وتحفظهم، تكتبهم ورقة خارجية، بعد كده تكتبهم، هيجيبهم لك متلخبطين، تحطهم بنفس الترتيب اللي انت كاتبهم بيه. يعني الترتيب، يعني انت لما تكتب مثلا جيت كات، جيت مثلا اربع كلمات اربع كلمات اربع كلمات، انت بتكتبهم بنفس الترتيب، ولما بعدها بيقول لك تحطهم تاني، يبقى انت ايه، بتحطهم بنفس الترتيب. كده انا انتهيت من الفيديو ده النهارده، وان شاء الله في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله هتكون مفيده معاكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.